فده انت قاعد تاكل في تونس فانت قاعد بتنط من كتر الفلفل والشطه اللي في الهريسه. حط خطين حمر تحت العصبان. انا بديت ادخل في مرحله تنظيف الصحن. ملوخيه مطبوخه 7 ساعات كل واحده لا تكفي يا اخواننا. مي مي اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. مستمرين في موسم الوطن العربي ودولة عربية جديدة اول مرة في حياتي ازورها، متحمس للموضوع جدا جدا، لا مش جدا، متحمس للموضوع برشا برشا برشا. حلقة اليوم نحن في تونس الخضراء. لو علمت الدار بمن زارها فرحا وانشدت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. وصلتني رسالة لطيفة من شخص اسمه ياسين، قال لي باسل أنا بتابع الأكل في العالم كلياته وأمنيتي أشوف بلدي وأكل بلدي تونس في فيديو لطيف يوصل للناس. صراحة هاي الكلمات الحلوة كانت كفيلة بإني أوقف كل البحث اللي أنا بالعادة بسويه قبل ما أسافر على بلد جديد عن الأكل اللي فيها، لأنه في هاي الرحلة وفي هاي الحلقة الراية راح تكون عند صديقي ياسين. يعطيك الصحة ياسين، كيف لاباس؟ الحمد لله انت لاباس. الحمد لله. صباح مرحبا بك. الله يحييك. مرحبا بك في تونس ومرحبا بالمشاهدين. ان شاء الله تعجبهم تونس واكل تونس ان شاء الله. ان شاء الله بدايتنا ايش راح تكون ياسين؟ فطور الصباح. حلو، احنا بالعاده بنبدا بالفطور طبعا وبتختم بايش؟ تختم الحلو. بالحلو. جميل. نحن توا في تونس. حلو. تاكل فطور. جميل. حلو. الفطور نفسه حلو. ايه. 2 in 1. حلو. جميل. ايش اسم الاكله؟ اسمها الدرع. الدرع. لا هذا الدرع طلع حكايه مش بسيطه. شوفوا المكونات تبعت الموضوع، صحن بنحط فيه او بتعبى شيء كثير قريب على السحلب، بعدين بنحط فوقه طحينه، بنحط فوقه حلويات شاميه، بنحط فوقه لوز كلهم مهروسين طبعا، وبالنهايه الصحن نفسه ايش بنحط عليه؟ قطعه كبيره من فوق هريسه. الهريسه اللي احنا بنعرفها مش الهريسه التونسيه المعجون طماطم، لا الهريسه الحلويات بتنحط فوق هذا السحلب وفوق المكسرات وفوق الحلويات هاي كلياتها. نقول بسم الله لانه الحماس عندي 1000 1000. ايش الاشياء الزاكي اللي عبدري هاي؟ لسه بنحكي بسم الله، لسه الدنيا كثير صبح بكير قبل ما صارتش 8 الصبح. يا اخواننا انت متخيلين لما تجيك هيك السحلب مع المكسرات مع اللوز مع الطحينه وتطلع عليها كمان هيك قطعه بسبوسه او هريسه بسموها في بعض الدول. كمل والله شكلها حنكيف هون. كمل. انا بديت ادخل في مرحله تنظيف الصحن، قاعد بجلي لهم الصحن. يا اخوانا ايش هاد؟ اذا كل شيء رح ناكله في تونس زي هاد المستوى انا مبسوط. من اكثر الاشياء اللي انتصحت اني اكلها ولازم اكلها لما ازور تونس واين احنا على طول حناكلها من الصبح اللي هي وجبه البلابي، فاجينا هنا في شارع غانا مطعم شعبي مطعم النعيم ناكل البلابي على اصول. هذا الصحن الحلو اللي هو صحن تونسي اللي هو سلطات وعليها تونة وهريسة وبيض. البلابي سمعت عنه كتير، اشي هيك بيشبه الفتة، بتعرفوا الفتة اللي هي خبز وحمص وكذا، لكن بالأفكار التونسية الحين هنا برضو فيها خبز. والحلو في الموضوع انت لحالك بتفت الخبز قد ما انت بدك، وبعدين هم بيحطوا لك عليه الأشياء الثانية اللي هي الحمص، عشان هيك بحكي شبه الفتة. في عليها حمص، في عليها هون تدخل أشياء تونسية من هريسة وبيض وتونة وكيبرز وزيتون، وطبعا احنا في تونس حندلع حالنا زيت زيتون اليوم. وهي المكونات كلها مع بعض بتتخلط في الصحن اللي رح ناكل فيه. ممكن نخلص تخليط عشان ناكل؟ خلاص خلاص جاهزين ناكل. بسم الله بسم الله. انت قلت لي نزيدوا هريسه وانا بقول لك بتكلم بثقه، لا ما نزيدوا هريسه. بس المكونات حلوه، والبيض هذا اللي لما انخلط اعطاها هذا القوام الرهيب. الثوم الكمون واضح جدا كمان طعمه الكمون، واتوقع اللون كمان جاي من الكمون. احنا في كل بلد لازم يكون في صحن اللي بيعطيك الويلكم للبلد هاي. طبعا الحين احنا هاي هذا اللبلابي ويلكم تو تونس. ويلكم تو تونس. من اكثر الاكلات استهلاكا وانتشارا في تونس كلياتها موجوده عرباياتها والاكشاك اللي بتعمل هذا الاكل اللي على السريع اللي على الماشي، شغله اسمها فريكاسي والبريك. البريك رح نجي له بعد شوي، لانه الفريكاسي هي هاي الشغله الصغيره اللي قدامنا، هي عباره عن سندويشه لكنها بتنعمل من عجينه بتنقلى في الزيت بتنفتح. طبعا ايش بتنحشى؟ هريسه، تونه، بيض، زيتون
وبطاطا مهروسة. دونت يعني العجينة كتير بتشبه عجينة الدونت، فيها هاي القرمشة اللي من برا، فيها الطراوة اللي من جوا. فكرة جيدة، فكرة جيدة. الحين نفوت في الاختراع اللي بعده، البريك. البريك عبارة عن عجينة بتشبه الكولاج، بتشبه عجينة البقلاوة، العجينة النحيفة، بتنقلب في الزيت، لكن قبل ما تنقلب تنحشب أشياء الله أعلم إيش هي، نفتحها ونكتشف إيش في جوا. اول اكله اكلها في تونس ما فيها هريسه. بدك الهريسه هيك، خلص الواحد تعود. بدا انت قاعد تاكل في تونس فانت قاعد بتنط من كتر الفلفل والشطه اللي في الهريسه. يا اخوانا الحياه تجارب، صح ولا لا؟ وهو عمر واحد، والواحد جاي هون على تونس عشان يجرب كل شيء. وانتم عارفين غرامي في الاشياء الشعبيه والاشياء اللي باكلوها اولاد البلد. وهنا عندنا شغله اللي اسمها المروب. المروب هو عباره عن بيض مش مطبوخ، او يعني مطبوخ بس مش كثير مطبوخ يعني. شكرا شكرا يا عايشك. دقيقة واحدة بس بتنزل البيضة في المي السخنة، بحط بعدين عليها شوية ملح وشوية فلفل أسود. شوف البياض كيف قاعد بلعب، مش بس الصفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسر. هي هيك بتتاخد زي الشط هيك مرة واحدة. والله جيد جيد. طعمة البيض اللي بيحب الصفار ناي تحس فيها البياض، ما بتحس فيه كتير، صح؟ بتحس فيه إشي غريب في تمك هيك، في بيضة انفقست في تمك فجأة، بس سخنة كمان دافية ففيها طعمة حلوة. لا مش حاكل واحدة بس، مش جايين هون عشان ناكل واحدة، لا تكفي يا إخواننا. يعني معقول يا جماعة الواحد يوقف على العربيات اللي بتعمل أكل في الشوارع ويطلب شغلة واحدة بس؟ فأكيد كان لازم نطلع من المكان بكسكروت مرقاز. كسكروت يعني سندويشة، ومرقاز اللي هو السجق على الطريقة التونسية. مي مش مي؟ مي مي حتى الكاميرا وقعت من الفلفل. اتوقع المرقاز نفسه فيه فلفل كمان، صح؟ وبهارات برضو مختلفة في الخبز نفسه مع السلطة المشوية، مسوي شغل حلو. طيب الحين مع كل اللي احنا اكلناه، في شغلة كتير مهم ناكلها، كتير مهم ناكلها في تونس. الحوت اللي هو السمك. السمك بالضبط. احنا الحين رايحين ناكل السمك وين؟ في حلق الوادي. في حلق الوادي. يلا وصلنا منطقة حلق الوادي، جايتنا على هاي المنطقة تحديدا عشان ناكل سمك، لأنه سمعت هاي المنطقة إنه هي أفضل وأحسن مكان الواحد يأكل فيه سمك في العاصمة تونس. فيلا ندلع حالنا بشوية سمك على الطريقة التونسية، عن جد متحمس للموضوع، في مطعم المستقبل. جد من أمتع اللحظات عندي في السفر لما الواحد يأكل السمك بطريقة أهل البلد اللي راح عليها، السمك المشهور عندهم. وحتى مرات بحب هيك بس أروح أتمشى في سوق السمك. عندنا هنا إيش؟ عندنا هون أكثر من نوع. أول شغل السيباس، سيباس معروفة طبعاً، سيباس مشوية. عندنا هنا هذا السمك إيش اسمه؟ ورقة. السمك وراتة. اسمه ورقة أو وراتة مشوية. وعندنا هنا حبيبة القلب اللي هي سمكة السلطان إبراهيم. هاي السمك السلطان إبراهيم إيش اسمه؟ تريليا. تريليا. طيب سلطان ابراهيم اللي احنا بنعرفه في تونس اسمه سمكه التريليا. بس قبل السمكه في الكفتاجي. كفتاجي. اوه الكفتاجي، قد ما سمعت عن هذا الصحن، ممكن نعتبره اشهر صحن في تونس تقريبا، او من اشهر الاشياء واكثرها انتشارا. عندنا السلطه المشويه وعندنا الكفتاجي اللي هو خضار مقليه مع بيض. نقول بسم الله. ايش كلمات نزار قباني؟ فالصمت في حرم الجمال جماله. او والله الواحد ياكل سمك ما يتكلمش، لانك لما تيجي تاخذ السمك المشويه هيك، تاخذ منها قطعه وبدون خبز بدون اي شيء، تغمسها في ايش؟ في الهريسه التونسيه مع زيت الزيتون وتسحبها. اخر لقمه سمك هاي الواحد باكلها، هي السبب في اني دائما بحكي بعد السمك ما فيش داعي الواحد يحلي. عن جد سمك عالم يا اخواننا. بس لا مش حنطلع من هون وما نخلص الحلقه بدون حلويات، فبعد العشاء نروح نتحلى، صح ولا لا؟ مو انت قلت الحياة اكثر من التعشى مرة واحدة؟ لا هي كلمة يعني تاخدوها على بس. تغدينا وتعشينا والواحد انبسط هيك في الوجبتين. ايش بيجي بعد الغداء والعشاء؟ الحلويات. غلطانين كثير، غلطانين اللي بيجي بعد العشاء الثاني. يا جماعة الحياة اقصر من انه نضيعها في عشاء واحد بس. لكن وين؟ وين العشاء؟ في البيت عندي. في البيت وين؟ اكل تونسي في البيت من يدين والد. أنا وافقت بسرعة وسهولة.
شاء الله عليكم ما شاء الله عليك، يعطيك العافية يا عم، يعطيك العافية أمي. بس أول أول وحدة واحدة هاي إيش اسمها؟ هذيك طاجين البي. طاجين البي. البي والصحن الرئيسي. الطبق الرئيسي. طبق الرئيسي. كسكسي. كسكسي. الكسكسي التونسي بالعصبان. ايه. حط خطين حمر تحت العصبان. حاجة. إيش أعطيني؟ أنت حكي لي العصبان إيش؟ العصبان. هو الكرشة وينحشة كبدة. ودهنه وخضار رقيقه يعني سبانخ ولا سلق والكبده زي ما قلنا والامعاء الرقيقه والامعاء لسه فيه يعني هي معده ومحشيه بالامعاء اللي هي المصارين الصغيره شوي حلو. وبعدين هذا كله مطبوخ في المرقه اللي قاعده بتطبخ الكسكسي اللي فوقه. طبعا قبل ما اجي على تونس قالوا لي لازم تجرب الملوخيه لانه الملوخية في تونس غير عن الملوخية اللي متعارف عليها في بلاد الشام أو في مصر أو حتى في الخليج. هي نفس النبتة لكن مجففة ومطحونة. الملوخية كم تقعد على النار؟ 7 ساعات. 7 ساعات. هو مش لو خروف كان استوى، لو جمل كان استوى، 7 ساعات عشان تطبخ الملوخية. أنا تون عايش فيك في الدور التونسي. حلو. في الدار التونسية في المنزل التونسي. والنعم. العادي. والنعم. معناها زي أخوي وأكتر. الله يسلمك يا رب. والله مش عارف شو احكي يعني. شوف الوصف انت بس الكرشات هاي اللي محشيه كبده ومحشيه سبانخ ومحشيه رز ودهنه وفحات طيب الحين احنا طلعنا من العصبان ويعز علينا انه نطلع من العصبان، لكن في ملوخيه ان شاء الله بنرجع لها طبعا. في الملوخيه، لكن في الملوخيه التونسيه المطبوخه 7 ساعات. حطوا لي خطوط حمراء تحتيها هاي ملوخيه مطبوخه 7 ساعات. غريب عجيب كيف نفس النبتة نفس النبتة الملوخية تطلع بطعم مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. مستحيل اكلها واميز انه هاي ملوخية. اللحمة على قد ما هي دايبة من طول مدة الطبخ، فالواحد بكون يعني نيته صافي، نيته بس انه يطلع ملوخية بس مش اكتر. فايش بيطلع معاه؟ ملوخية ولحمة. في بالكرش ملوخية بالكرشة. نحي اللحم حطوا كرشة. والله انت والله انتوا التوانسه مش هينين. والله والله مش يا راجل والله مش شرعات بتكرا. والله مش هينين. ديما برشك ديما هذه يعني من العادات نتاع الجدود. طيب تعاونا نروح على الحلويات هاي. طاجين البيات، لحمه، سبانخ، طبقه من الحليب او الجبنه فوقيها. البستاشيو هنا مش شرط في تونس، في ثقافة أكل البستاشيو مش شرط للحلويات. عقد ما أكلت أشياء يمكن حكيت عنها غريبة في الحلقة، بس هاي يمكن أغرب شغلة. بس المفروض أنه العشاء خلص والمفروض أني أنا أقوم، لكن العصبان والله العصبان لا أنتم مش يعني يعني اللي أكلها حيفهم ليش أنا بحكي لا لأنه كل ما أجي أحكي كلمة عشان أعبر عشان أوصفها بحكي لا، لانه مش شغله تنوصف، مش شغله تنوصف امعاء وكبده ورز لا خلوني اكلها بسلام، خلوني استمتع فيها من هيك اكلها لحالي بس خلص.